كده محطتنا الأخيرة رح تكون مع العمل التنموية، وتحديدا أنشطة هيئة مار أفرام السرياني البطركية للتنمية، ورح نسلط الضوء من خلالها على حملة العودة إلى التعلم بعام الثالث، الحملة اللي عم تنظم بين كل من وزارة التربية ومنظمة اليونيسف. لنحكي أكثر بشكل موسع عن هالحملة صباح نغير مع شادي سروي المدير التنفيذي لهيئة مار أفرام السرياني، ونادين شنيكر منسق مشروع حملة العودة إلى التعلم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخير. أنا صباح يسعد صباحكم. بالبداية معك سا شادي، خلينا نحكي عن الهيئة بشكل عام قبل ما ندخل بتفاصيل هذا النشاط. الهيئة هي مؤسسة غير ربحية سورية تتبع لبطركية أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، يرأس مجلس إدارتها قداسة البطريرك مار أفرام الثاني. الهيئة منذ التأسيس الرسمي بعام 2013 كان رسالتها هي تلبية احتياجات الإنسان السوري ليثبت في أرضه ولتكون له حياة أفضل. طلاء من هالرسالة الهيئة بتقدم خدماتها على كامل الجغرافيا السورية تقريبا حاليا، في شمال الشرق، في الجنوب، في درعا، في حلب، في حمص، في دمشق والمنطقة الوسطى. من انطلاقا من الرسالة اللي تصدت للهيئة في المجتمع، قطاعات العمل الأساسية اللي بتعمل من خلال الهيئة هي قطاع الاستجابة السريعة الإنسانية اللي هو الإغاثة، وقطاع التنمية، وقطاع بناء السلام. ضمن كل قطاع في عدة برامج وعدة أنشطة بنقدم من خلالها خدماتنا للإنسان السوري بمختلف النواحي. اليوم بدنا نركز أكثر على التنمية، لأنه الهيئة منذ التأسيس كانت كثير مركزة على بعكس كثير من المؤسسات. بوقت الحرب كنا نحن عم نشتغل تنمية، لأنه عندنا إيمان أنه هالفترة أكيد رح تنتهي، والدور أنه نحن نبلش بناء حتى من اللحظات اللي عم يكون فيها دمار. نعم. والتنمية هي بتخص التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية كمان. بنهتم بقطاع التنمية ببناء قدرات الإنسان، بخلق فرص عمل له، بتنمية مهاراته لتكبر فرصه بإيجاد عمل وإمكانية أنه يكون في عنده مردود. نعم. وتنمية المجتمع كمان من خلال بناء قدرات المجتمع أنه يكون قادر أكثر على الصمود، أي يكون قادر أكثر على أنه يكون محصن تجاه أي ظروف مشابهة اللي نحن مرينا فيها. بقطاع التنمية عندنا بناء قدرات والتعليم، هن الكتلتين الأساسيات اللي نحن بنقدم برامجنا من خلالهم. أكيد، يعني نحن أكيد العمل التنموي مهم جدا، إن كان تنمية بشرية ولا أيضا إتاحة فرص عمل للشباب، هن الهمين الشاغلين لشبابنا لليوم. فينا نقول قبل ما نخوض كمان بالعودة للتعلم، وهذا موضوع كتير مهم، رح نروح نشوف مشاهدينا أنشطة هيئة مار أفرام السرياني ونرجع نحكي. يعني مثل ما تابعنا مشاهد من الأنشطة، نادين خلينا نحكي أكثر عن الحملة وكيف بدأتوا تشتغلوا فيها.
حملة العودة إلى التعلم هي حملة أطلقتها وزارة التربية السورية بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وإيمانا منا بهيئة مار أفريام بأن التعلم هو حق لكل طفل، فنحن عم نساهم بتنفيذ هي الحملة للسنة الثالثة. الحملة بهدفها الأساسي هي بتشجع على العودة إلى التعليم، في بتخللها عدة أنشطة بتصب بنفس الهدف اللي هو التشجيع على العودة إلى التعليم، منها الزيارات المنزلية للأهالي، منها المبادرات المجتمعية، الحوارات مع الأهالي، العروض المسرحية، مكاتب المعلومات اللي بتنحط بالمناطق اللي نحن رح ندخلها. الحملة هي كتير واسعة وكتير فيها أنشطة عديدة، فكلها بتصب بهدف الأساسي اللي هو التشجيع على التعليم. إذا بدنا نحكي أكثر أو نخصص أكثر لنفوت بشكل مختصر على كل نشاط، فبدنا نبدأ بالبداية بزيارة المؤثرين، الأشخاص المؤثرين بكل منطقة نحن عم نفوت عليها. نحن قبل ما ندخل على أي منطقة نتجه للأشخاص اللي هن المؤثرين بهي المنطقة، نحكي لهم عن مؤثرين مجتمعياً طبعاً، مثل رئيس البلدية، الشيخ، الجامع، المخاتير، نشرح لهم نحن شو الحملة تبعنا لحتى اللي هن نوجهونا على أي المناطق نحن نتوجه، كيف رح نفوت عشان ما نلقى صد من المجتمع. بعدين نتقسم على المناطق كفرق، وبصير في زيارات منزلية للأهالي، بنسأل مين الطلاب المتسربين أو إذا في هنن عندهم طلاب متسربين. إذا نوجد ضمن العائلة طفل متسرب فنحن بنحاول إنه نشجعهم لحتى يرجعوا الطفل على المدرسة، بنحكي لهم عن منهاج في أباه يلي هو بيساعدهم إنه يكفوا مرحلتهم التعليمية بنصف الفترة الزمنية، بندلهم على المدارس اللي موجودة بالمنطقة القريبة منهم يلي هي بتقدم منهاج به لحتى يروحوا ويسألوا شوف شو الأوراق المطلوبة ويسجلوا أطفالهم. من بعدها كمان بنعمل حوارات بنفس المنطقة، بندعي فيها بننسق بيننا وبين المدرسة وبين المجمع التربوي الموجود بالمدرسة. بيتم دعوة الأهالي وخاصة أهالي الطلاب من هجبة، كونه نحن نتجه أو نهتم أكثر بالأطفال المتسربين، فمندعي أهالي أطفال به، بالإضافة إنه ندعي الأهالي اللي هي عم بتواجه مشكلة إنه تسجل أطفالها بهي المدارس. بيصير في حديث من بيديروه متطوعين هيئة مار أفريام بين الأهالي وبين الكادر التدريسي وبين أشخاص مسؤولين بالمجمع التربوي، بيطرحوا كل مشاكلهم ومنحاول خلال الحوار إنه نلاقي حل لهي المشاكل. كمان هذا أحد أنشطة الحملة، بالإضافة إنه في مبادرات مجتمعية حالياً عم يتم التحضير لها، وأيضاً في مكتب المعلومات اللي هو بيكون محطوط، هو عبارة عن طاولة وشمسية فيها منشورات واستمارات بتنحط بكل منطقة نحن رح نفوت عليها كرمال نوزع فلايرات وننشر الحملة أكثر وأكثر. فهدول تقريبا الأنشطة الرئيسية بحملة العودة إلى التعليم. نقول إنه حملة العودة للتعلم شملت 14 منطقة بريف دمشق، يعني رقم ما نو سهل، ومهمتكم ما نو سهلة هي الوعي كمان، وخلينا نقول التنوير بأهمية التعلم حتى فعلا تتقدم بلادنا. خلينا نحكي شوي كمان عن الكرنفال اللي صار بمدينة جرمانة وضم عدد من النشاطات والفعاليات، كمان شو كانت الفكرة منه وشو الهدف منه؟ هلا اكيد نادين ممكن تعطي تفاصيل اكثر عن الكرنفال، بس الكرنفال هو عامل جذب بالحملة. بتعرفي اليوم الطفل بحاجة لشيء، كأول تواصل معه لازم أنت تجذبيه لعندك بأي طريقة، تحببيه بالشيء، وبالتالي الكرنفال كان عامل جذب للأطفال ولا أهاليهم بكل منطقة عم تستهدفها الحملة. أكيد في فعاليات أكثر رح تحكي عنهم نادين من ناحية الكرنفال. نعم، الكرنفال هو النشاط اللي عم يميز الحملة هاي السنة. بالسنوات اللي قبل ما كان في نشاط اسمه كرنفال او مهرجان، هي السنه لا هو انزاد على هيدا الحمله، فهو الشيء اللي عم يميزها للحمله هي السنه. هو الهدف الاساسي منه انه نحن نقدر نعمل ضجه كبيره
باي منطقه نحن بنفوت عليها، كرمال نظر يمكن نلفت النظر ونجذب العالم انه يقولوا لنا شوفي شو عم بيصير. اوكي في حمله هي بتحكي عن العوده الى التعلم، فنصير فضولهم لحتى هن يجوا يسالونا هي انجاز بالنسبه لنا. فنحن عملنا وحاولنا انه قد ما نقدر انه يكون المهرجان كثير ضخم ويقدر يوصل لاكبر عدد من العالم، بالاضافه لكونه نحن متوجه للاطفال، فاخترنا انه اغلب انشطه المهرجان هي تكون محببه للاطفال. فكرمال هيك كان في شخصيات كرتونيه، كان في رقصات، كان في اغاني، كان في موسيقى، كان في رسم على الوجوه، كان في توزيع غزله طبعا كثير انبسطوا عليها الاولاد. ونحن خلال كل هي الانشطه والاطفال هن مبسوطين وعم يفرحوا هيك، فنحن كنا عم نمرق مسجات الحمله، رسائل الحمله، مين في اطفال مشاركه معنا موجوده معنا هي ما عم بتروح على المدرسه، نحاول نعرف شو الأسباب، نتوجه للأهالي. يعني كان كل هدفنا بس أنه نحن نشجع على العودة إلى التعليم، بالإضافة أنه نحن على طول الطريق يلي كنا ماشيين فيه، إذا انتبهتوا بالفيديو نحن كنا عم نوزع فلايرات أو منشورات. هذا الفلاير هو فيه معلومات عن الحملة، معلومات عن منهاجبة، معلومات عن الأوراق المطلوبة للتسجيل بالمدارس في حال كان في أوراق ثبوتية أو في حال ما كان أوراق ثبوتية. فهذا هو دليل كتير منيح للأهالي يلي عندهم أطفال متسربين أنه شو على القليل الخطوات الأولى يلي بدهم يتبعوها ليسجلوا بالمدرسة. أكيد يعني دائما استاذ شادي بنشوفكم موجودين بمناسبات متعدده كهيئه مار افرام السرياني لحتى تدعموا مثل ما قلت يمكن هذا خط التنميه وخط اساسي بشغلكم بالهيئه. خلينا نحكي عن اهميه اشتراك الهيئه بمثل هي الحملات ودوركم بهذا الشيء، قد قدرتوا تنجزوا او تكونوا ايد فعلا عم تقدم العون. بالمبدا الهيئه ما بتشارك باي نشاط او ما بتنفذ اي برنامج اذا كان ما بيتقاطع مع أهدافها، رسالتها وإيمانها. وانطلاقا من هذا الإيمان يلي هو أهمية التعليم بشكل عام لبناء أي مجتمع، فما بالك بمجتمع متضرر. مشان هيك نحن عم نركز بشكل كبير ببرامجنا على موضوع التعليم. وموضوع التعليم لا يقتصر فقط على حملة العودة إلى التعلم اللي هي شريكنا الأساسي فيها اليونيسف ووزارة التربية، عم نركز كمان على إقامة مراكز ومساحات نحن مسميها مساحات صديقة للطفل. بهالمساحات كمان عم نعمل تعليم غير رسمي، عم نبني قدرات الطفل على يكون عنده معرفة أكثر، نوسع مداركه بما يخص الطفل، بالإضافة طبعاً لحملات العودة إلى التعلم. بهالمراكز كمان بنهتم مو فقط بالأطفال، باليافعين، يعني هن المرحلة ما قبل الشباب وبعد الطفولة، لأنه هن كمان شريحة واسعة من شرائح المجتمع السوري. وبالتالي مركز على بناء قدراتهم، مهاراتهم في الحياة، مهارات التعلم، مهارات حتى بعض المهارات المهنية، لأنه في بعض الشبان اليافعين هن المسؤولين عن عيالهم الحقيقة بسبب الحرب اللي صارت، فقدوا أهلهم، هن اليوم مسؤولين عن أخواتهم. وبالتالي أنا كمان مسؤول كمجتمع أنه أنا ابني قدرته على أنه يتعلم مهنة، يقدر يكون قادر يكون عنده مدخول. والشريحة الأعلى هي الشريحة الجامعية، حتى كمان نهتم بالطلاب الجامعيين عن طريق إما منح دراسية أو تأمين احتياجاتهم، لأنه في عن مثل ما بتعرفوا في كتير طلاب اضطروا أنه يغيروا مكان إقامتهم، كانوا بمحافظات انتقلوا لمحافظات أخرى، وبالتالي كمان نحن بنحاول ندعمهم قدر الإمكان بأنه تأمين مسكن، باكيت ماني للجامعة. والحقيقة ببرنامج التعليم كان في عنا مبادرة تميزنا فيها، هي مسابقة مار إفرام السرياني للتفوق. هي مسابقة كانت خاصة بالطلاب الجامعيين يلي بيحصلوا معدلات جامعية بسنوات الأخيرة بالجامعة مختلفة عن معدلاتهم السابقة. يعني نحن عملنا حافز للطلاب الجامعيين لحتى يزيدوا من نشاطهم ويخلصوا مرحلة تعليمهم
نعم. لحتى يقدروا يدخلوا بسوق العمل. هذا بالشكل المجمل قطاع التعليم يلي نحن عم نقدر نقدم من خلاله خدماتنا لكل شرائح المجتمع السوري. طبعا ما بنقدر بسبب ضيق الوقت انه نحكي على كافه انشطه اللي عم تعملها الهيئه بالقطاعات الثانيه، بلكي بندعيكم لتزوروا مراكزنا بالغوطه الشرقيه، بجرمانه، بدرعا، وبلكي نحكي اكثر على انشطتنا وبرامجنا بالهيئة. اكيد لنا لقاء ثاني نحكي اكثر عن هذه الانشطه لحتى توصل لاكبر عدد من الشباب، وخاصه انه عم تحمل رساله نبيله وهي العلم نور، وهذا يمكن سلاحنا الوحيد كشباب اليوم لبناء مستقبلنا ولبناء وطننا كمان. شكرا لوجودكم معنا ولكل المعلومات اللي اعطيتونا اياها عن طبعا حمله العوده الى التعلم. شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم، شرفتونا، واكيد دائما سوريا قويه بابنائها وبارادتهم. شكرا لكم.